مرة سمعت إن اللي بيغرق عمره ما بيغرق عشان ما بيعرفش يعوم. أمال بيموت إزاي؟ بيفضل يعوم لحد ما يتعب جدا وما يقدرش يكمل أكتر من كده، بيكون أهون له إنه يموت فبيسيب نفسه. تضخم الأصوات، بعض الهلاوس العصبية، كلها أعراض من الخلل الكيميائي اللي بنسميها الشيزوفرينيا. معظم الناس عندهم درجات من بالنسبة لك أنت هيكون بس المجهود، ابعد عن أي ممكن تثير الحواس. الزرع لونه ايه؟ الزرع لونه اخضر. الزرع لونه ايه؟ اخضر. الصحراء لونها اصفر. الصحراء لونها اصفر. بتعمل ايه؟ ابيض ازرق هو الزرع لونه ايه؟ والصحراء لونها ايه؟ هو الموت لونه ايه؟ الموت لون موج البحر.
هتخرج دلوقتي. لا ما اكلتش. لما اوصل. حاضر. حاضر. يا ميادة ابعدي الولد عن الرمل. اعمل له ايه؟ ما هو مش عايز، عمال يعيط كل شويه، عايز يلعب في الميه. تعالوا تصوروا الناحيه دي عشان البحر يبان من وراكم. ها خلاص. لا استنى صوره كمان. هو احنا جايين نتصور ولا جايين نعوم؟ ياسلين اصبر دقيقه، عايز اعوم بقى. انت بتعمل ايه؟ ايه يعني؟ ايوه يعني قاعد بتعمل ايه؟ بتفرج. تتفرج على ايه؟ على البحر. على البحر؟ لما يكون في ضغط ميه بيعادل الجاذبيه الارضيه، الجسم بيبقى بيتحرك في الفراغ، كانه مش موجود او طاير في الفضاء. في ناس بتفضل مش قادره تسيب الاحساس ده، ما بتعرفش تطلع تاني. الحاله دي سموها ذهول الاعماق. داليا تعالي لو سمحتي. دكتور فتح عينيه. داليا تعالي لو سمحتي.
دكتور فتح عينه. يا سليم، سليم انت في المستشفى، لو سامعني حاول تحرك دماغك. لسه مفيش نبض. خلاص وقف السي بي ار. انا مره سمعت ان الناس اللي بتغرق بتكون اكتر ناس بتعرف تعوم. امال بيموتوا ازاي؟ بيتعبوا جدا وما يقدروش يكملوا عوم، فبيسيبوا نفسهم لغايه اما يغرقوا ويموتوا. انا صياد مش بحار. لا يا بابا انت بحار. لا الصياد يعرف اكتر من البحار. الصياد عارف البحر واسراره. يعني ايه البحر الموت عامل زي البحر، موجة بتروح وموجة بتيجي. اللي عايز يغلب البحر يطوعه ما يعاندوش.